مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبابكم عشرة في حلقة جديدة وجميلة من رحيق الأمكنة. حقيقة إنه جينا الحي ده قبل كده ويمكن مثلنا فيه واحدة من الذكريات الجميلة، والتقينا بعديد من الشخصيات، منهم من توفى ومنهم من موجود. الحلة الجديدة شمال كانت من الحلقات الجميلة في رحيق الأمكنة، لكن حقيقة لقينا إنه الحي ده هو مرتبط كحلة قديمة وحلة كبيرة لقت فيها كثير من الشخصيات الأدوار المهمة في تنمية مجتمعاتها، وإنهم كواحدة خلينا نقول حلة واحدة جمعت كثير من العواصر المجتمعية المهمة. فأنا سعيدة إنه اليوم نكمل ما بدأناه، نشتغل اليوم الحلقة ونشوف رحيق الحلة الجديدة وسط والحلة الجديدة جنوب، والمكان اللي أنا موجودة فيه كأندم سوق موجود في هذه المنطقة من أبو حمامة كواحدة من المناطق المهمة. ويمكن الشارع ده هو الشارع اللي كان فيه كشك أبو حمامة الأصلي اللي تسمى عليه المنطقة. فأهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جميلة فيها كثير من الأواصر المجتمعية وإسماء وعادات وتقاليد جميلة. أهلا بكم في رحيقنا اليوم، اتفضل. حقيقة منطقة الحلة كبيرة وجميلة وفيها شخصيات كبيرة جدا أثرت في تاريخ المنطقة وأثرت في تاريخ الخرطوم والسودان أجمع. أنا سعيدة إنه ألاقي واحد من أبناء المنطقة واللي هو له علاقة بكل الحلة وله علاقة بكل فرد وكل بيت في الحلة. فنرحب به مرة ثانية، أهلا ومرحبا به أستاذ مصطفى محمد أحمد معروف. طبعا عندك صفات كثيرة لكن نتكلم على الأخيرة، بصفتك أمين منطقة الخرطوم بتنظيم تحالف قوى الشعب العامة. أهلا بك وشرفتنا كثير. وسهلا. كيف صحتك وإن شاء الله أنت طيب؟ الحمد لله. طمنا على حالك. الحمد لله. الحمد لله. موجودي. حلة كبيرة ما شاء الله وفيها كثير من يعني التاريخ العظيم وشخصيات برضو كان لها أدوار. فدارين إنك تكلمنا عن الحلة جنوب ووسط وأبو حمامة باعتبارهم ما يعني مرتبط كده مع بعض، يعني ثالوث الحلة الجديدة. والحلة الجديدة كانت واحدة. هسه على حسب النظام وزعها لحلة جديدة شمال وسط جنوب وانت ماشي على أبو حمامة. زمان كان الحفلات كان بيسموهم باصات الخشب اللي هو بتبتدي من محطة ود المبارك ثم تجي محطة حاج مرغني، بعد داك على جمعة، بعد داك ود الحسين، ومن ود الحسين بتمشي محي الدين، ومن محي الدين بتمشي محطة العبيد بلال ثم لفة القوس ثم أبو حمامة. أبو حمامة ده كان كشك بتاع ليمون. أيوة. كده يعني البص الخشب ده ليه قبال ما لفوته ليه كانوا يسموه بص الخشب؟ بص الخشب ما كان بيعملوه من خشب يعني زيوي كده وخشب كنبات وخشب أو كراسي وكان خشب. أيوه عشان كده سموهم بصات الخشب. نرجع لأبو حمامة وتسمية أبو حمامة. أبو حمامة كان كشك واحد اسمه محجوب حسين. عنده كشك بتاع ليمون في نفس الكشك اللي هسه فيه الجرايد جنب أبو حمامة ده. فالراجل ده كان عامل حمامتين كده وكاتب اسمه في النص محجوب حسين أبو حمام. ويقال أنه أبو حمام حمامة دي بيته مسمينه على أنه أبو حمام. فكان دي آخر محطة منا والباصات تخش على السجن. نحن سمعنا رواية ثالثة كمان بأنه في حمامتين هو بياخده معاه محل ما بيمشي، وبعد ذاك في كان بيقول للشفاع الحلة كده عملوا لي إعلان للعصائر فكانوا يقولوا عصائر ابو حمامه عصائر ابو حمامه، فبقت ما عارفه اذا التسميه اول مقوله صحيحه ولا لا. نحن شفنا اللافته بتاعته حمامه بهنا وحمامه بهنا واسمه في النص. طب دي الاصح يعني اصح الاقوال يعني علشان انتوا شفتوها بعينكم يعني. تمام. الحله الجديده
يعني ممكن تدين الاسم بالكامل انه ليه تسمت الحلة الجديدة؟ هي طبعا جات من حلة لحلة. هي الحلة الجديدة اول حلة بنيت في الخرطوم. ناس الحلة الجديدة ديل هم كانوا بيسكنوا الديوم الشرقية. عندما كسروا الديوم الشرقية رحلوا ناس الحلة الجديدة. هي حلة جديدة لأول حلة عظيم بنيت يعني في تاريخ الخرطوم هنا. يعني تخططت قصدك وكانت مخططة كده ولا كانت شنو؟ لا، طوال الخواجات بعد ما نقلوا الناس من هناك الدوم هنا. أيوة. وكانت الحلة الجديدة واحدة ليسوا ثلاثة حلة. هو قسمها على حسب تقسيم جغرافي يعني. جغرافي آه على حسب. أيوة. لكن طبعا ارتباط الناس اصلا يعني مستمر مع بعض على حسب والناس كحله واحده يعني. كحله واحده. كان في ناس منهم برضه ساكنين المطار، حي المطار ولا حي المطار. نحن من ناس حي المطار. أيوة. والاخ المرحوم خليل عبد الواحد كان في حله القمره جنب المطار. ايوه. اخ خليل عبد الواحد. ايوه. كان جنب المطار في حلة القمرة. ونحن كنا في ديم القشاشة. إذا بتجي القشاشة والتعاشة وديم السلك وديم برتي وديم فلات يعني وانت ماشي. كلها هتلموا كلهم بيجي. كلهم دلوقتي جو هنا على حلة جديدة، وبعدين نصهم هسه مشى على الامتداد ونص الثاني مشى على أبو حمام. أيوة. معناها دي خلينا نقول إنها كانت أكبر حلة لأنها جات من أحياء مختلفة. نعم. وكلهم اتلموا في مكان واحد. نعم. يعني حتى الناس معناها أنتوا بديتوا كأسرة، لكن أسرة كبيرة جدا. نعم. باعتبار نعم. إنه كمان الحلال دي كانت حلة واحدة. نعم. لكن اتقسمت حسب التقسيم الجغرافي، هي كانت حلة كبيرة جدا. بالضبط يعني. هي حلة كبيرة ونسيج الاجتماعي نسيج جميل جدا. جميل. جدا. احكي لنا عن غيرقانة برضه. غرغانة دي كانت يعني مرمية كده على أطراف الحي. أيوه. عشان كده سموها غرغانة. لأنه غرغانة دي بطوال المطر كان بتمص. مغرقة. بتمص. عشان كده سموها غرغانة. أيوه. غرغانة طوال. غرغانة طوال. لا لا مستمر الاسم ده؟ والله لغاية دلوقتي غرغانة هسه موجودة. شنو من الأسماء برضو أسماء الشخصيات؟ إحنا تكلمنا هنا عن أسماء يعني أحياء. واسماء الاسر والريده عندنا 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 مثلا عندك من ود المبارك. ايوه. عندنا ابراهيم صالح. عندنا محمد احمد معروف. عندنا عمنا مختار ابو محمد مختار طبعا. وعندنا ود الحسين اللي هو بتاع الطرمبه ده اخو عبد الرحيم الحسين. نعم. وعندنا عبيد بلال اللي هو رجل في الجوز من اعيان الجوز. وعندنا حاجه الاسد. وعندنا من هنا برضو ناس كثيرين. في ناس محمد خيري ده أبوهم طبعا كان رجل برضو يعني من الناس القدام الجهل. وناس كثيرين يعني شخصيات فزة، وهي اللي بنت يعني حكاية المجالس الشعبية. يعني كل الناس دي كانوا بيعملوا في المجالس الشعبية الأولى. مش المجالس المحلية أو أيوة. البلدية. أيوة. بيقولوا زمان. أيوة. خلينا نقول إنه الحلة بشكل عام. نعم. وخاصة يعني اللي هي حلقتنا الليلة مخصصينها على. نعم. الحلة وسط وجنوب وأبو حمامة. نعم. فيها. نعم. أسماء وقيادات يعني كانت من قديم موجودة بأشكال مختلفة بأحزاب مختلفة بخدمات حتى قدمتها للناس بشكل. نعم. عام. ممكن تدينا يعني أهم الأسماء بالنسبة للثلاثة مناطق دي. بالثلاثة مناطق. في كان يعني محمد اللمين. انت واحد منهم طبعا يعني. محمد اللمين الفكي. نعم. كان هنا رجل يعني سياسي وكان اتحادي ديمقراطي طبعا. في عبيد بلال هناك في الجوز. في التاج فضل. في مربى خمسة كان هناك يعني. في ود المبارك كان هنا في منطقة الحلة الجديدة وجعفر الشيقر. يعني دير كلهم ناس يعني خدموا هذه المنطقة بوقت طويل جدا جدا. نعم. يعني عملوا تعبوا في المدارس، تعبوا في المركز الصحي ده ذاته من عملهم الكبير اللي عملوه الناس دي. فنحن لازلنا يعني نحترمهم ونحترم ما قاموا به. نعم. رغم انه كانت الظروف اقل من كده واصعب من كده. والله انا سعدت بك كثير استاذ مصطفى. ربنا يديك العافيه. شكرا لك يا استاذ مصطفى. يديك الصحه والعافيه. الله يخليك. الله يسلمك. تواصل رحيم. انا سعيد ان الاقي كابتن حسن ياسين
ابو اسكندر. اهلا ومرحبا بك وشرفتنا كثير في رحيق الامكنه. ازاي الصحه؟ تسلم ان شاء الله انت طيب. الله يبارك. تسلم والله ايمان. صاحب الرياضه وصاحب الكره الذهبيه وصاحب الالقاب ايضا صح؟ ما في كلام. نتمشى ونقول له الكلام ده. اهلا بك. طبعا معروف حسون بالنسبه للناس ومعروف ابو اسكندر ومعروف ابو علي وثلاث الغاب. تسلمي. طيب نقوم ناخذ اسمك بالكامل كده ادينا له علشان الناس اللي عارفينك بالقابك يعرفوك باسمك. حسن ياسين سعد يوسف. لا ليه علاقه بابو اسكندر ولا ليه علاقه بابو علي ولا كده؟ ابو اسكندر رجعتك من وين؟ ابو اسكندر ابوي ده كان من مواليد حلف، هو عاش في مصر شديد ومن اصل مصر الاسكندريه. أيوة. اشتغل مع واحد اسمه ابو اسكندر الاسكندراني، جابوا من هناك ابو اسكندر ده وانا طورته في الكوره. ايوه والله. وبقيت خلاص بعدك بقى الاسم ابو اسكندر. جميل. وابو علي؟ اي واحد اسمه حسن المصريين بيقول ابو علي. ايوه صح، معناها الحكايه لها علاقه ما بين هنا وما بين النيل. جميل جميل، يديك العافيه والله يا كابتن. سعيد بمعرفتك وانه نلاقيك، وحقيقه الناس هتكون مبسوطه جدا انها شافتك وطمنت عليك. تسلم. ولسه شباب، انا قبل قلت لهم كيف قال لي انا حاسس ممكن الميدان ده كله اجري لك. لا بجري والله. كده ورينا عرض كده. انا اذا مع عيوني والله يجري محل ما داير يا ايمان. لا شباب رياضه ما شاء الله، يديك العافيه. الله يبارك فيك. الفوا في القصايد صح؟ الجماهير. ودي الميزه اللي كانت موجوده الوقت ذاك، انه بنلقى الجمهور بيدي اللعيبه نوع من التشجيع الجميل، فبيدوا كده ابيات شعر. فكان عندك ابيات كده مشهوره ذكر الناس بها يا كابتن. يعني انا كذا لاعب كانوا لعبوا معنا في النيل، لعب معنا جاجرين. اي. ولعب ابو قدوره اخوه في سيم ثاني. ايوه. ولعب هاشم اسحاق برضه في النيل. ايوه. لما سالوني يا اخواننا تحبوا توصلوا الى مستوى في اللعيبه؟ قالوا نحن يا اخوانا نحب نوصل لمستوى خان حسن ابو اسكندر الثلاثه. يا سلام. قلت لهم يا اخوانا شنو؟ قالوا لي يا اخي ما احنا شفناك بتلعب، يعني ما احنا ما حبا فيك، لكن شفنا كورتك. كوره نظيفه وجميله وممتعه. ما في كلام. جميل. السر شنو كان في لعبك خلى انه اسماء زي دي ونجوم وقتها برضه يقولوا انك انت افضل منهم في اللعب او كورتك جميله؟ يعني السر شنو؟ انت اذا ما كورتك كويسه ما بقولوا كويس. يا اخي ده شنو ده؟ شنو بتطلعوا ده شنو ده؟ لكن لما تكون كويس غصب عنه نشجعه. يعني كويس ده شنو؟ ماهر في الكورة. ماهر في عنده الكورة. مهارة. عنده مهارة. عنده تكنيك معين. كنت بتغير كل فترة تكنيكك؟ تفضل يا كابتن. كنت بتغير تكنيكك كل فترة ولا؟ أنا بلعب انصيد، بلعب هجوم. بلعب الصيدين بيضة وبيضة. طيب جميل. محل ما يخطوني بصير يعني، جاي بصير وجاي بصير. الكورة بتدخل. لا. أنا من دخلت جيت لعبت في نادي النيل، غيرت تاريخ الكورة، جبت لهم الدوري من هلال مريخ. ايوه ذكرتني حاجه كده، تفضل وخلينا نجي قريب عشان داري الناس يشوفوك ويطمنوا عليك اكثر. برضه كان في اسماء يعني خلينا نقول في قصايد لشعراء برضه مهمين. قاموا قالوا عن الفريق برضه فريق النيل، لانك انت غيرت تاريخه. يلا ذكر الناس القصايد والله الهتافات اللي كانت في يعني عند الجماهير كانوا بيقولوا شنو؟ لما غلبنا الهلال النيل الفاض وامتلى وامواجه هاجت نسمة العلا وغرق ام درمان باكملها والراكيف البهدله، ام درمان باكملها يعني الهلال والمريخ والمورده والشاطئين الاربعه كانوا في الدرجه الاولى. يديك العافيه. الله يبارك. تسلم والله. رايك شنو يا كابتن في يعني احنا دلوقتي بنتكلم عن رياضه، انتوا اديتوا شباب. احنا لعبنا في الزمن الجميل. ايوه انا داير اتكلم عن الزمن الجميل النظيف اللي كان حتى فيه اللعب ممتع بين اللعيبه بين الفرق، كيف كانت العلاقه بيناتهم؟ والله العلاقه كويسه يعني علاقة كويسة شديدة يعني في الميدان كل واحد ده لفريقه. لكن برا من الميدان يعني تلقينا ماشيين كانوا ما كنا ذاته لاعبين كورة. كنت بتسوي شنو برا الميدان؟ يا سينمات سوا يا حدا يا سوا يوم على الله يعني مع بعض طوالي. يعني كان عندكم واتسابات في وقت ما كان في واتساب. ولا مجموعات ولا شيء. جميل. دي الحاجة اللي دارين نقولها رسالة للناس بإنه شوفوا قدر شنو الزمن الجميل ده اللي فيه الرياضة نظيفة بين اللعيبة وبين الجماهير. كمان انه الجماهير برضه حتى نفس الحكايه كانوا باركوا البعض صح؟ انا ايوه يعني حتى المغلوب. انا شفت لعبت لما انتهيت من الكوره ما في حكم اخذ اسمي 10 سنه، ما في حكم اخذ اسمي 10 سنه. طبعا كانت في النيل. في النيل بس. ايوه. ما في اي الجوني لكن بيت امشي. انا قعدت تمين التسجيل كله 4 سنين. أيوة. انا عديت 4 سنين في النيل الجوني الاتيام. طيب انا قعدت 4 سنين في النيل عملت اخوه ما ممكن ابدله. مشيت اول دول مضيت في النيل، انا مشيت الاتحاد مضيت ومشيت بيتنا. لما جوزهم لنا يوسف المرحوم ونجم الدين مضوا يقولون انا مضيت ومشيت. كان عبد الحميد ابراهيم رحمه الله عبد البروف. ايوه. قالوا لي يا اخوان حسن ابو اسكندر، قال لي يا اخي ضميتهم مضوا ومشى بيتهم.
عشان كده احنا مسمينا اولاد النادي البارر. يا سلام يا سلام، ده حاجه جميله والله. دي ما هو الواحد مضينا بدون قروش، حتى البعض ما مضينا يعني، كان ادونا 63 400 جنيه، كانت شيء رهيب تداوي ما تعرف 64 الكلام ده. ايوه المنتخب الغوبي برضه لعبت فيه؟ لعبت فيه. يا سلام، ده كمان هيكون فيه تجارب وذكريات كويسه. سافرنا تنزانيا سنه 63 64. ايوه، ومن المنتخب كان رفعت بتاع المريخ. باك رايد عبد الله كشه. ايوه، من النيل. ايوه، سير باك نجم الدين رحمه الله من النيل. أيوة. استوبر فضل نوبه من النيل. سلام. باك لفت بزيت فرح من الهلال. ايوه، وينج لفت زيدان من المريخ، وينج رايد سمعه من التحرير. هاف ماشي محي الدين عثمان دين الصغير. ديب سنتر فيلي ابراهيم يحيى، انصيدات انا ومصطفى شاويش. ما شاء الله. هاي. يعني كلها اسماء تهز وتريز. وكيف كانت النتيجه؟ النتيجه 2-0 1 جول انا، 1-1 زيدان. ما شاء الله. هاي. ما شاء الله ما شاء الله. حتى الجرايد ثاني يوم علقت نمرتين اسبري دونجورس، نمر كنت انا كنت انا كنت لابس 10 خطير جدا. هاي. كنت لابس 10. ايوه، انا هسه سافروا معي تنزانيا، شو من 63 ل 64 ل 4 ملياسه. اول ما يقولون يقول لي نمبرتين اي لياسه، ما راح ثابته والله في اسهالهم. الماتش الجاي ناسنا عرفوا جانا جماعه هيراقبوني، لبسوني 17. قال تاجيريت قال لي خلينا 17 اخطر من نمره 10. وكان ذا سيم بلير. هو نفس اللاعب. شوف اللغه الانجليزيه كمان دي ميزه. ايوه الحمد لله، اللاعب لازم يكون عنده ادوات. الحمد لله، لا عندي ادوات بالجمله. تدي الشباب الحسر، قول لهم المفروض ادواتهم شنو اللعيبه، المفروض يكون الادوات اللي عندهم شنو. الحمد لله والله، المفروض تكون متصلين باي حاجه. متعلقين باي حاجه. عربي كويس، انجليزي كويس، وكلامه مع الناس كويس، واحترامه للناس الكثير. يا سلام. واجب الحاجه دايره اقولها. أيوة. بانه الرياضه دي ما حاجه جميله، الرياضه كده للبدن وللروح. ايوه. الفن ما كان يعني بيتجزا، لانه بنلقى انه كان في صداقات مشتركه شديد ما بين الناس. أيوة. ففي صداقه اكثر من رائعه، ويمكن تكون مفاجأة بالنسبة للناس احنا محضرينها اليوم. نشوف علاقته بواحد من الفنانين الكبار اللي كان بيقول انه ما بقدر اخلي زول يغني معاي او يغني لي غير حسن، كابتن حسن. آه. او ابو اسكندر ده رمضان حسن. يلا الله يرحمه ويغفر له. وبعده برضه احمد الريح صديق شديد برضه. هو انت صديق الاجيال كما يقال. يعني انت كنت صديق لمجموعه من الناس، مجموعه من الفنانين. والله الاغنيه كنت بتحبها ليه وبتحب تدندنها، وقول لنا كده وسمع الناس. ممكن أمان الأمان، الأمان يا حبيبي الأمان. لا ما كلام. لا 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 ما شعر دارينا هنا عديل. الأمان الأمان يا حبيبي الأمان، واسميح لي كمان أغابر يديك، ومين نور وجنتك أغابر يديك، ومين نور وجنتك، ومين نور وجنتك نور مغلتي. الأمانة الأمان. الله على الأمان. أتمنى إنه تكون الكلمة دي كده سائدة ما بين الناس. أيوة، ويأخذ نموذج جميل زي جمال روحك يا كابتن. تسلم والله يا إيمان. سعيدة بإنه لقيتك، وربنا إن شاء الله يديم عليك النعمة. الله يبارك فيك. تسلم يا إيمان. الله يبارك فيك. وداير رايل عصاي ما في ليها داعي. خذ لك جكة كده.
جانب التعليم من الجوانب المهمة جدا اللي احنا بنتطرق لها في أي مكان، ودائما ما بنلقى أساتذة درسوا في المنطقة وكان لهم أدوار عظيمة جدا في أنهم خرجوا كوادر صالحة لكل المجتمعات إذا كانت داخل السودان أو خارج السودان. سعيدة أن ألتقي في واحدة من المدارس المهمة جدا أو القديمة جدا في الحلة، مدرسة الحلة الجديدة، واحد من اللي تلمزوا داخل هذا المكان ونهلوا من العلم وأصبح واحد من يعمل في مجال الطيران خاصة المجالات الإدارية، وكان له أدوار عظيمة في المنطقة. أنا سعيدة إنه ألاقي عمنا عبد الله عبد الرحيم الياس. أهلا ومرحبا بك، شرفتنا في رحيق الأمكنة. مرحبا بك، مرحبا بك، مرحبا بك كثير، أهلا وسهلا. يديك الصحة والعافية. الله يعافيك. طبعا إحنا هنا غير إنه هناخذ ذكرياتك في المدرسة لما كنت طالب، دايرين نتكلم عن تاريخ المنطقة خاصة في مجال التعليم. فعرفنا بالمدارس الموجودة وتاريخها وأهم الأساتذة اللي تخرجوا، وبرضه دفعتك من الناس اللي كان لهم تأثير في السودان. تفضل. نعم. يعني أنا لما الحلة طبعاً اتبنى سنة 48، اتهجرنا في الخرطوم. أيوه. القدام ديل من منطقة ديم القشاشة والمناطق تحت الديوم الشرقية الموجودة حالياً، اتوزعت منطقة الخرطوم القديمة لثلاثة مناطق اللي هو الديوم الشرقية والديوم الغربية. الحلة الجديدة ذاتها اتفصلت لثلاثة أقسام، هسا فيما يعرف بالحلة الجديدة شمال، الحلة الجديدة وسط، الحلة الجديدة جنوب. نعم. احنا هسا احنا وابو حمام احنا معاهم طبعا داخلين الحلة كواحدة من المحطات. نعم. الحلة الجديدة ابو حمام، المنطقة بتاعت ابو حمام يمكن ده اخر مربوع بالنسبة للحلة الجديدة جنوب. نعم. نحن هسا في وسط. نعم. الحلة الجديدة وسط زي ما قلت لك، الناس جات في سنة 48 لغاية ما سكنوا قولي سنة 51. وانا كاد اكون يعني من الجيل الثاني من مواليد الحلة الجديدة. إذا كان الناس جو سنة قولي تهجروا سنة 48 لغاية سنة 50، يعني الناس جات وتوطنت وسكنت، أنا مواليد 51. نعم. يعني الجيل الثاني بالنسبة لمواليد الحلة. نعم. الجديدة. ولحد ما أصل السين بتاعت التعليم، طبعا المدرسة قامت، المدرسة كانت الغايمة ورانا طوال المركز الصحي. أيوة. والمركز الصحي ده برضو يعني تزامن مع المدرسة. ويمكن المناطق من الحلة الجديدة شمال والحلة الجديدة وسط والحلة الجديدة جنوب كلنا كنا بنقرأ في المدرسة الحلة الجديدة. نعم. اللي هي اللي ضمتنا نحن كلنا اللي احنا فيها طبعا. نعم. مع الكثافة كانت ما كثيرة. أيوة. يعني الفصل كان فيه يعني 48 50 بالكثير. وكانوا بيجوا من المنطقة، يعني مناطق واسعة جدا جدا، يا دوب نحن بنتم 48 49 نجي نخش سنة أولى وسنة ثانية وسنة ثالثة وسنة رابعة. لكن لما قامت المدرسة ما كانت قامت بالصورة اللي انتم هسه شايفينها دي. المدرسة كانت جالوس، اتبنت جالوس زي حال كثير من المدارس السودانية. نعم. يعني يمكن سنة 62 ولا سنة 63 ونحن أولادات زي ما بيقولوا. أيوه. اتغيرت المعالم بتاعت المدرسه دي وتغيرت الفصول بتاعت الجالوس، كبرت ما شاء الله، احنا شايفين فيها كثير الفصول بتاعت اتبنت بالطوب. نعم. وما زعتر انه احنا كنا يعني دفعه دي كلها اشتغلوا طلب. أيوة. مع المقاول اللي اشتغل في المدرسه والله دي. جميل. لكن انا لانه صغير انا الوحيد، مع انه في ناس اصغر مني سنا لكن احجام كبيره يشتغلوا. انا كنت حزين جدا انه المقاول ده ما شغلني. لكن سنه 2 انتوا شغالين، انتوا البنات. ايوه. يعني في النهايه حتى انا بعد ما احتجيت للراجل ده كل يوم اجي وحنسه واقول له شغلني شغلني، في النهايه شغلني. لكن من هم دوني في السن ومن هم عند هذه يشتغلوا طلب، كانوا بناولوا المونه والطوب لحد ما اتبنت المدارس دي. والله ده كلام جميل. يعني شوف هنا ذاته ده بيجعل ارتباط ما بين التلاميذ وما بين المدرسه. انا اتوقع بانك انت الان واقف وبرضه بتتذكر انت بنيت يا طفصول. ما في شك. انا والله لا ادسلك معلومه، يمكن انا اكثر زور ربنا سبحانه وتعالى حباني بانه مدخل جوايا يعني حب الارشفه والارشيف. جميل. وادخل جوايا الذاكره اللي انا ما بنساها. يا سلام. يعني يمكن انا اتذكر لك اشياء
يندر جدا جدا. واحد من عندادي يتذكره. طيب تورينا من الذكريات، ورينا من ذكرياتك اكثر حاجات عشان اللي بيشوفوك من زملانك يتذكروا الحاجات اللي يعني عندك. ان شاء الله الواحد يعني ما بيبخل بالذكريات ولا كذا. اكثر حاجات بتتذكرها شنو؟ يعني اذكر الحاجات اللي انا بتذكرها انه مثلا الغفير مثلا بتاع المدرسه. نحن كنا مثلا الواحد بالليل نجي ننط المدرسة، أو الكورة بتاعتنا يعني تخش جوا المدرسة. ونجي الواحد كان خايف من حاجة اسمها الغفير. نجي الواحد يطلع في الحيط ويكون حذر، يكون معاه نفرين ثلاثة يعاينوا. كان بيدق شكله؟ عم الغفير بيدق بيدق. بعدين يكون ذاته، لأنه طبعا كان يعني رحمة الله عليه كان من أهل الحي، والواحد بيحترمه. اسمه كان أبناه عم عمر، كان أول يعني خفير لهذه المدرسة. ربنا يرحمه. منو من الأساتذة والمعلمين اللي بتتذكرهم برضو اللي كانوا درسوك يعني وأسماء ناس زملوك برضو اللي بقى عندهم أدوار برضو في المجتمع؟ أيوة يعني مثلا عمنا عبد الكريم. أنا أستع طبعا يعني أندادي بينكروا إنه أنا يعني أصغر منهم أو قدرون أو كده. كلكم شباب يا سلام. أنت جرت أنت جراج عم عبد الكريم. عبد الكريم كان مدرس. عبد الكريم كان مدرس. كان مدرس الدين، كان مدرس التربية الإسلامية. نعم. وراجل كان يعني كبير في سنه رحمة الله عليه. ربنا يرحمه. وبناته طبعا كانوا معلمات في المدرسة. و جميل. وتاني منهم من الأساتذة؟ من الأساتذة كانوا بيجونا من الخارج. طبعا زي ما قلت لك المدرسة تعرف بناظرة. أيوة. يعني كان عندنا رحمة الله عليه أستاذنا الجليل هاشم عبدون. نعم. المدرسة دي اسمها هاشم عبدون. المدرسة اللي قدامنا في المنطقة اللي قدامنا مدرسة النور. المدرسة اللي ورانا مدرسة فؤاد. مدرسة فؤاد. أيوة. الناظر فؤاد. وفؤاد طبعا كان النظارة دي يعني مهابين. أيوة. مهابين مهابة شديدة جدا. عندهم شخصية قوية، شخصية المعلم. ما في شك. أيوة. ما في شك. يعني المعلم قد تخاف منه أكثر من أبوك. تخاف من أكثر. شنو الحاجات اللي كان بتميزهم المعلمين ديل زمان اللي بيخلي كده عندهم الهيبة كبيرة بالنسبة للطلاب؟ أول حاجة ما أنت مما جيت المدرسة ما خلاص الناظر ده ما استلمك المعلمين بتاعينه نيابة عنه برضو يستلموك. أي. وهو بيكون يعني أنت قاعد معه من الحصة له لغاية نهاية الحصص. بيسوي شنو الحاجات اللي كانوا بيعملوها علشان كده الناس كان بتهاب؟ وطبعا حتى الـ 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 يعني المناهج التعليمية اللي كانت بتدرس يعني أساسا كانت يعني مناهج يعني من صميم حياة الإنسان. يعني مثلا حصة الجغرافيا نحن ماشيين رحلة مثلا لبابا نوز ولا ماشيين رحلة للوسلفاب ولا كده إلى آخره. بنقوم نمشي الرحلة دي عربية بنعمل صوت العربية ماشيين مثلا بحمير ندقدق في الكنبة كده 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 يشوقوك انك انت يعني تسمع هو بيقول فيه شنو. فانت لما تطلع من الحصة بتاعت الجغرافيا تكون فاهم المقصد بتاع شنو والمرتبة بأصواته بأصواته يعني قربوا لك البيئة. بعدين انا اقول لك حاجة، انا استعلل مثلا اللي ما يغارب اكثر من 50 ولا 55 سنة. لا. لكن استعلل اليوم ده أنا أقرأ لك كتاب المطالعة جزء منه مثلا صاح الغرش. صاح الغرش تلميذ مجتهد يحب أخوانه المدرسون في صباح يوم الشعر بالمرض وألم في بطني فشكى لوالد وهو حافظ يعني حتة كبيرة جدا من الحتة دي. الأناشيد اللي ده ده كله دور المعلم اللي هو كان دور المعلم عرف كيف إنه يصبح ما نقول المعلم براه. أيوة. نحن ما نجهل الدور بتاع بخت الرضا الوضعة. أيوة. المناهج دي. أيوة. بخت الرضا الوضعة المناهج دي يعني كان لها فضل كبير جدا جدا في انتقاء المناهج ذاتها. صح. اللي بتمشي معك تتناسب في حياتك. مع الأعمار. صحيح. تتناسب مع وتمشي معك في حياتك. أيوة. لما تموت انك انت مقتبس الدروس اللي انت اخذتها دي. والله جميل. فانا سعيده جدا بانه انا لقيتك يا استاذ عبد الله وربنا يديم عليك الصحه والعافيه. تحيه لك والتحيه للاساتذه اللي درسوك وعلموك بارواحهم ربنا يرحمهم. والتحيه لزملانك وانتم كلكم شباب يعني. يعطيك العافيه ان شاء الله. شكرا جزيلا.
منطقة حسينا فيها نوع من الرضا من كثير من الجوانب اللي علاقة بالتنمية، اللي علاقة بأنه الإنارة والتنظيف والأمن، ودي من الحاجات المهمة جدا. سعيد ألاقي واحد من أبناء المنطقة وهو له أدوار مع ناس الحلة بتهيئة الأوضاع المناسبة لناس الحلة. أهلا ومرحب بأستاذ هاشم محمد أحمد بن عوف. والله طبعا نحن مجتمعنا في الحلة الجديدة مجتمع متعاون مع بعض، بنخدم الناس في المنطقة في الأيتام وفي المساعدات اللي نايم معايا أخونا عصام إسحاق كتر خيره. بنقدم مساعدات كبيرة للناس المحتاجين في المنطقة. أيوة يعني في ناس بتعملوا لها صندوق ولا بتنظموها كيف؟ لا بنعمل لهم كل واحد مرتب بالزكاة بياخذ أخونا عصام إسحاق. هو المفروض كان يجي الليله ولكن ما جاء، هو قايم بالشغل ده معانا. عصام اسحاق ده قايم معانا في الزكاة، هو بيقوم بالشغل ده يعني شغل كبير يعني. يعني انتوا بتعملوها في لسه بتشوفوا في الاسماء الناس أيوة الناس المضاعفين نقوم بعد كل 3 شهور نصرف لهم 600 جنيه 500 جنيه 700 جنيه كل كم شهر بيصرفوها في الزكاة. بيجي اخونا عصام اسحاق بيقعد معانا في الزكاة بيصرفهم. حتى المدارس كمان حتى يعني المدارس المدرسة دي طبعا معانا اخونا عمر نمر كتر خيره، قال لنا انا بجيب المواد وانتوا تجيبوا الـ 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 الشغل بتاع المدرسه. ويلا بدينا نحن نلم من الناس قروش. والله يا اخي عندنا اخونا سيد عوض لتراه بالخير في قطر قام بيفصل. اخونا سيد فحل قام بيفصل. اخونا احمد واسحاق احمد ابو عبد قاموا بيفصل. وانا قمت بفصل. اخونا حسن عمر ومنى عمر الأستاذ دي كانوا في لجنة، ومريم فنجري وحسن عمر وخلاص ومعاهم في لجنة، وعصام إسحاق كان قايم معانا في لجنة بتاع تجميع قروش، ومعانا المدرسات بيطلعوا معاي بالعربية بنمشي المنطقة الصناعية بنمشي الدكاكين إلى أن عملنا السيراميك السقف المستعار. يا سلام يلا بعد يعني كان دعم دعم المدرسة كان مكسرة قام بالعون الذاتي يعني بالعون الذاتي المدرسة اللي قمنا فيها عمل خيري كبير جدا جدا يعني. المدرسة دي كانت مكسرة وقربت تتلغي وعملنا روضة هناك للناس الحلة ب 50 جنيه بدنا نمشي الروضة بمليون بمليون ونص عملنا ب 50 جنيه روضة حكومية في نفس المدرسة بصايد اليمين. وهنا الزملاء وناس الحلة الجديدة هم المساعدين لنا في الشغل. جميل والله يعني هم بيقيفوا معانا في أي شغل يعني ناس الحلة الجديدة وسط الدير أي عمل نبادر به ناس الحلة الجديدة والله قايمين معنا في الشغل ده معانا شغل تمام. وناس الحلة الجديدة لو ما هي كبيرة يلا وزي ما احنا كنا بنتكلم احنا ما كنا قمنا في العمل ده ذاته. استاذ هاشم الحلة خالد تلج ده طبعا في اي عمل نقول له بس نظف نظف امشي اعمل كده يجري يعني زول قايم في الخدمات شديدة جدا جدا. فنحن في الحلة الجديدة حتى في النادي الناس بتتعاون مع بعض وبنشتغل. طيب يا استاذ هاشم الحلة ما احنا يعني كشيء مجتمعي هي كاملة كحلة واحدة اللي هي شمال وجنوب ووسط وابو حمام كلهم مع بعض. لكن كتقسيم جغرافي خلينا نقول برضو رجال الحلة بيقوموا بأدوار كبيرة يعني مثلا إذا مسكنا حتى السوق بتاع ابو حمام باعتبار انه من الأسواق الكبيرة جدا في المنطقة شنو برضو من الحاجات القايم بها الأدوار القايم بها السوق ده يلا أقول لك السوق بتاع ابو حمام ده السوق ده هنا بيكون كله ثابت في الميدان ده يلا مننا نحن حتى قبل سوق ابو حمامه يعني احنا عندنا سوق خيري كل يوم السبت بنقدمها لناس المنطقه كويس والله. بنجيب الغاز بنجيب المواد التومينيه بنجيب الخضروات كلها مخفضه يوم السبت بنعملها في الميدان ده جميل والله. او في المدرسه الغاز بنجيبه ب 25 جنيه هسه حصل لنا مشكله دارين من المعتمد يرجع الغاز لانه بيجينا هسه ناس النيل بس فحنعمل حوار انه لازم يرجعوا الغاز في الميدان كما كان شغال جميل. واحنا لنا 5 سنه بنعمل سوق وناس ابو حمامه هم اللي جاء دخلونا في اللجنه معانا وقمنا عملنا السوق بتاع ابو حمامه. جميل شنو الادوار اللي بيقوموا بها الرجال بشكل عام يعني مثلا احنا بنتكلم عن انه في صناديق للنساء بيخدموا بها نساء المجتمع وبنخدموا بها الادوار يلا بالنسبه للرجال بتتلموا كيف بتتلاقوا كيف والله احنا بنتلاقى كلنا في الحله في الانسيات في النادي وان احنا ناس فاتح كل يوم ولا عنده يوم معين كل يوم فاتحين في النادي اي مشكله في الحله الجديده يعني احنا بنجري وراها وبنسعى وراها كلجنه في اخواننا ناس خالد تليج ناس عصام اسحاق ناس عمر حميده ناس ابو عرب ناس الناس دي كلها بتجتمع مع بعض وبنشوف المشكله زول امكانياته شنو زول امكانياته فيه مشكله الناس اللي بتجيف معاهم صحيح فاحنا كناس الحله هم ناس زي كلهم ما املاك ما ناس جدد
فنحن بنعرف اي زول ناس يحل جنوب اخواننا، ناس يحل الشيب، ليه الرميل اخواننا؟ مشاكلنا كلها بنحلها مع بعض، حتى في مشاكل هم بيشتركوا معانا. ناس جنوب وشمال واحنا معروفين لدى الناس، يعني حتى شمال ديل اخواننا كلهم، ناس دوكا، حمد عقاشة، ناس انا صلاح بن صالح، ديل كلهم ناس اخواننا. وهنا ديل ناس جنوب، ديل ناس معاويه وناس اسرتهم، وهنا ناس محمد خيري وناس خالد، يعني كل الناس احنا اخوان. انا حابه والله اشكر كل الناس اللي ذكرتهم ولا ما ذكروا، لكن كلهم عنا ادوار. والله يديك الصحه ونشكرك، احنا نشكرهم انه وفوا معانا ان شاء الله. يديك العافيه. الله يبارك فيك. نشوف الرحيق ونكمل رحيق المشاهدين. يديك العافيه. شكرا لك كثير. وصلنا معكم مشاهدينا لختام حلقتنا، وما بيحلى الختام إلا لما نتكلم عن الجانب النسوي وأدواره الكبيرة في أي منطقة. وحقيقة بنسعد دائما لما نمشي أي مكان وبنلقى إنه المرأة عندها أدوار كبيرة وعندها أدوار عظيمة، غير الأدوار اللي بتقوم بها في المنزل من تربية وتنشئة، وده أساس طبعا لكل بيت سوداني، لكن في أدوار أيضا اجتماعية بتجمع كل الحي وكل الفريق بشكل يعني خلينا نقول مرتبط. حتى إذا كان زي ما تكلمنا في الأول إنه الحلة الجديدة كمسمى عام اللي هي بتضم شمال ووسط وجنوب وأبو حمامة، نخلي اللي هي الجوانب الجغرافية اللي هي قسمت المسألة، لكن إحنا نتكلم من نواحي اجتماعية ولقيناها إنه الحلة يا هالحلة زي ما هي كاملة. فأنا سعيدة أكون في واحدة من البيوت من المعلمات الفاضلات واللي جمعت عدد جميل من نساء منطقة الحلة، فأهلا ومرحبا بكم جميعا. في الأول شرفتونا كثير في رحيق الأمكنة. أهلا بك يا أستاذة منى، شرفتينا كثير وشكرا لاستضافتك لنا ولاستضافتك لجاراتك، يعني وده المعهود عندكم دائما. مرحبتين يعني. الله يسلمك. يديك العافية. الجيرة كيف هنا؟ وأنا لقيت يعني يمكن هنا حاسة إحنا عندنا في الجلسة ثلاثة معلمات، فالسمة الغالبة هتكون في التعليم. لكن التوفيق كيف ما بين العمل يعني والبيت، وخاصة مسألة التدريس دي مسألة ما سهلة، يعني يمكن تختلف من كثير من أعمال المرأة يعني. والله الحمد لله تقريبا يعني المسألة بتاعت التدريس دي أكثر حاجة موفقة للمرأة، يعني مسهلة لها شديد جدا يعني في كل النواحي. أيوة. ونحن الحمد لله يعني موفقين بين البيت وبين ترباية العيال وبين يعني ما يحتاجوه من أي شيء. نعم. وبين شغلنا في المدرسة. الحمد لله. أنت عندك أدوار غير أنك معلمة في المدرسة، برضو قمت بأدوار تانية لها علاقة بأنشطة مختلفة. وانت من بنات الحي يعني تولدتي، انت قلت لي حتى حبوبتك المدرسة. أيوة. مولودين يعني في الحلة الجديدة من الناس القدام في الحي. أيوة. كلميني عن أدوارك، من انت شابة، من ما كنت في الرابطة؟ والله من أنا شابة طبعا كان عندنا زمان الروابط. أيوة. عندنا رابطة شباب الحلة الجديدة ورابطة الجامعات ورابطة الخريجين. اشتغلت في الروابط دي من بدري. ادوارهم كانت شنو الروابط دي بتعمل شنو؟ الادوار كانت تخدم الحله الجديده. ايوه. الخدمات كانت صحيه، اجتماعيه، تعليم. بنعمل كورسات، بنعمل ايام علاجيه. بنعمل سوق خيري، دي كلها كانت من بدري، شباب وشابات. والله كلنا جميل. كنا مع بعض لانه احنا قبل تكلمنا. أيوة. على جانب ده فشكله هو الموضوع من بدري بعدي. ايوه من بدري. جميل. والمراه طبعا لها ادوار كبيره. أيوة. وكان بتقدم شنو المراه في الوقت ذاك؟ يعني مين انتم كنتوا يعني، مين انتم كنتوا يعني اطفال شفتوا طبعا انه في جانب التنميه والهمه من الامات ومن الحبوبات ومن الرجال برضه. ايوه. اي فشنو الحاجات اللي كانت جاذباك اكثر بتحسي بانها والله ما موجوده، ممكن تكون في مكان ثاني لكن موجوده في الحله؟ والله المراه برضه اشتغلت في الحله الجديده. ففتحت رياض من ضمنها الخالة حليمة. نعم. هسي جنبي دي ذاتها. يا سلام. يعني درست مجموعة من أطفال الحلة الجديدة اللي هسي بيقوا رجال ما شاء الله وبيقوا آباء وبيقوا أجداد. يا سلام. عشان كده لازم نديها. أيوة. مجال. زك يا خالة إن شاء الله أنت كويسة. أهلا وسهلا. أهلا ومرحبا بك. عرفينا باسمك كامل عشان أنا عارف متأكدة هيكونوا في كمية من اللي درستيهم بعينوا ليك وبقول لك ازيك يا استاذتنا. اهلا وسهلا. حليمه عبد الرحمن فرح. كيفك يا استاذه حليمه؟ الله يبارك ان شاء الله كويسه. الله يسلمك. الفرق شنو ما بين جيل زمان وحسي؟ والله فرق كبير شديد. اللي هو مش كان والله الاطفال زمان. يعني هسه ما زي يعني هسه كويسين اطفال مسطحين شديد. ما زي اطفالنا الاول. وهسه بيقولوا ان زمان دائما احنا لا 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 لا, 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 لا اطفال هسه ما شاء الله عليهم. لكن اطفال زمان يعني ناي. لكن كانوا مبدعين صح، كانوا بيشتغلوا حاجاتهم براهم وبيعملوا فعلا.
منو من الأكثر التلميذات اللي أنت درستيهم وبيجوا معروفين كده ويعني بيقولي والله دي البناتي دي الأولادي اللي أنا درستهم؟ والله درست طاج عبد المجيد الله يرحمه وحجوب ده ذاته وسيد البيت ده ذاته وأنا درسته حجوب على بشير ودرست عادل البدوي والمعلمات زهرات يا جماعة دائما لما نشوف بنعرف المعلمة من شكلها ومن يديك الصحة والعافية. برضو العلاقات الاجتماعية الجميلة يعني دائما بنلقاها في أي حي، فأنا سعيدة إنه ألاقيكي وتعرفيني على الكلام ده. تعرف عليك أهلا وسهلا جمال محمد. أهلا ومرحبا بك، كيف صحتك إن شاء الله كويسة؟ كيف كان زمان الجيرة وكيف كانوا يعني الحاجات اللي حكوها عليكم؟ والله العظيم الجيرة ما فيها أي كلام. طبعا أنا من جيت ودخلت الحلة دي لقيت الجيران ما فقدونا أهلي، يعني في الحلوة في المرة أن إحنا مع بعض ندخل سوا ونمرك سوا ونأكل سوا، يعني العشرة اللي لقيناها الزمان هسع ما في. شنو كان هناك الزمان كان موجود؟ زمانك أنت ما يعني أنت أن أمك من الجارة ما بتهرزي أمك من جارتك، ما شاء الله وجارتك زي أمك تخش تخطك في حضونها وتاكلي عندها وتشربي عندها وتعصرك لحد ما تمشي بيتكم. حتى بيتان نبيت في بيوتهم محنة شديدة، محنة كانت شديدة وود شديد. والجار ده كانت كسر جنا، لو ما كساك ما بكسر جنا، يعني كانت الحالة تمام والناس كلها كانت مع بعض، لا في مشاكل لا في حرب لا في كلام ولا في حقد على زوج جناك جنا جارك جناك. جميل. والعراس والبكيات كيف كانت؟ والعرسات والبكيات دي إن شاء الله البيوت كلها تتفتح في بعضيها. يعني اللي أنت عندك بكا أنا فتحت بيته وده فتح بيته إن شاء الله يجوك بحقهم. سويتوا نفاجات من مافي؟ والله بسكة نفاجات دي مافي، لكن بسكة أنت تخش لي وأنا أخش لك. والعرس نفس الشيء، تشاوري لو جا عريس لبيتك لو لولدك تشاوري جارك أول شيء. يا سلام، قبالة لها قبالة الآخرين، وجارك يلا يجي يدمج معاك ويدي الأوكي والحمد لله، وتعرسي جناك ده في بيت ثلاثة بيوت من جيران ما شاء الله ودي كلها مفتحه ما شاء الله. ربنا يديم الحمد لله ان شاء الله يا ربي ديما للان يعني تكون موجوده ما دام اصلا هو موجوده كده. أيوة البواقي بتكون موجوده حتى بشكل كبير. برضه في ادوار ثانيه تفضلي بتقوموا بيها؟ كنت يعني في الحله بالذات جايب الحله كلها المربعنا بكا عرس طهور انا سته سوق خضار حاجات وبجيبها بجيب معهم وقفه جد. جيت قلت لهم ان انا داري اعمل لكم جمعيات لما تلاقي زي 30 مرة كيف اللي قلت لهم 2 جنيه وصابون ومصاص السكر كويس حياتي الأساسية. أيوة جيب له قال لي خلاص نعمل. تميت جرد سنة الميكروفون. تميت سنة قلت له لا دي بسيطة هنا. نعمل 50,000 عملوا 50 صرف بقت 3 مليون كويس و50 اللي اشترى الثلاجة اللي اشترى التلفزيون اللي قرت ولده بقى سمح. تاني قلت له حنغير تاني قال لي نعمل شنو يا شيخ دول نعمله 100,000 وافقوا كلهم وافقوا على كل شيء واستحنا معاهم عامل لهم السوق كله ثابتين. جميل والله السوق قاعد فوق انا كله ثابت جميع الخضارات جميع النسوان دي كلهم عارفينه بيجوا يشتروا مننا. جميل والله بالرخص يعني اي شيء رخيص الطماطم الحاجات 20 15 20 موشين حنا الحمد لله. وبعدين كان جبيكا كل زول 20 20 20 بيكون الوجبة علينا كان مات بالليل كان بالنهار كان في أي حتة بتقوم بطوال. أيوة بعدين بيجيبوا زول مات في الجمعية بنديه كل الحاجات بندفع له 1.5 مليون نجيب الخروف والفحم واليوم أول يوم دلينا ثاني يوم برا ده الثاني شايفين القوة؟ أي بعدين بعدين كان واحد يعرسوها بنديها 500 مننا أيوة تساعد بنفسه. جميل ده كده احنا برانا كده ان شاء الله ربنا يديم نعمه. احنا دايرين انه الناس كلها دايما تتفق وتتوافق وتكون مع بعض. احنا بس انتوا ذاتكم بتسلموا الجيل الجديد هم يشوفوكم انكم انتوا قايمين في تنازل. انا بقدر شنو عندي قرار واحد بس اللي هو شنو دايرين بس شويه العرس يكون بسيط هسه بقى 50 مليون ده كثيره ما بنقدر عليه بناتنا قاعدات بارن بخفف التكاليف بارن عرس كثير خلاص دي رساله مهمه. الايجارات غاليه اصلا الايجار 3 مليون 2 مليون غالي صحيح يعني ما عنده زمان اساس بيت حقه راح
نتمنى ان شاء الله انه الناس تسمع راي ده والله العافيه الله يخليك. خلينا نشوف برضو يعني الناس الداخلين للمنطقه دخلوا عاشروا الناس وكيف. اهلا بك تفضلي اتعرف عليك تفضلي استاذه. اهلا وسهلا استاذه محاسن بشير مديره مدرسه حله الجديده النموذجيه بنات. احنا صورنا فيها حقيقه مدرسه جميله جدا يعني وعرفنا انه عندك كان ادوار في انك كنت لفيتي على الناس ويعني كل الناس طبعا بتمد الايادي علشان تقدم خدمه فدي احنا بنشكرك عليها حقيقه يعني والله احنا يعني خلقنا المدرسه بمساعده اخواتي ديل واخونا الاستاذ هاشم واللجنه الشعبيه هاشم عناب ما خلينا باب والا طرقناه والحمد لله مدوا البيمد 10 البيمد 50 البيمبيب مواد يعني بمساعدة مدرسة وما زلنا نحن يعني ما زلنا نحن مستمرين في عمل إن شاء الله نخلقه تاني من الأول زيادة والشكل اللي شفته ده ما إحنا ما عاجبنا لحد ما نصل لمدارس المستقبل إن شاء الله. إن شاء الله يا أستاذة. طيب يا أستاذة أريد أسألك عن حاجة. نعم. يعني أنتوا الأدوار اللي بتقوموا بها حسي مش بس مجرد تعليم يعني إحنا سجلنا عندكم فقرة مهمة جدا. نعم. البلابل يعني إحنا دلوقتي بنقول للبلابل ربنا يديهم الصحة والعافية إنه في خليفات كده جوا هي صغار فكده ورينا الفكرة دي شنو؟ والله الفكرة البرنامج الدورة المدرسية الثقافية. أيوة. تنافس فيها القطاع نتنافس فيها مع المدارس 13 مدرسة في القطاع بنتنافس بعمل ثقافي وعمل اكاديمي. العمل الثقافي ده تنافسنا فيه واخذنا فيه كاس على 3 مرات غنوا لنا بناتنا البلابل بنجيب واحد كده بيدربنا. طيب يا استاذه يعني المدرسه الوقتي بقت خلاص مرتبطه بالبلابل يعني بقت مدرسه البلابل ادينا اسماء منهم وعد عبدو دعاء عز الدين علاء بابكر ايوه اليوم التحيه البلابل الجداد وكل واحده في صف يختلف عن الثاني والله صف ثالث سادس اثنين صف ثامن اها واحده سادس ولكن الصف الثامن ده انا قرصتهم شويه عشان ممتحنين الليله غنوا لكم ساي لكن هم يحبوا الاغنيه لكن انا شويه لانه كمان لازم كمان الجانب الاكاديمي بديهم اكاديمي انا ممتحنين السنه دي احنا عشان كده هنعمل لهم تحفيز ونخليهم في ختام حلقتنا ان شاء الله. فانا سعيده بيكي وسعيده بالبتقدميه وفي المدرسه واتمنى ان شاء الله انه ده حال طبعا كل المدرسات وكل المدارس وكل اللي بيعملوا في مجالات مختلفه حقيقه في كل منطقه. شاكره لكم كثير يعني ربنا يديم عليكم الصحه والعافيه يديكم العافيه ودائما ان شاء الله كده تقدموا ما هو مفيد للمنطقه. شكرا لكم مشاهدينا ونشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده ورحيق جديد ونخليكم في ختام هذه الحلقه مع البلابل. ودعناكم الله. اشتهينا تكون معانا ما لقينا حنان عينيه